السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب أخونا الشيخ بدر ابن طامي حفظه الله قبل عدة سنوات مقالا بعنوان ارحموا السلفية، وقد ألفت بعده كتابي المعروف تنبيه ذوي الأفهام إلى تنبيه ذوي الأفهام إلى صراب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، وختمته بقصيدة، وإن كنت لست بشاعر، أحث فيها السلفيين على الاجتماع والبعد عن النزاع. وحاولت في نهايتها أن أنخى علماءنا حفظهم الله من أجل رأب الصدع بين السلفيين، وكانت الأمور قد هدأت منذ سنتين أو ثلاثة، لكن كأني أرى الآن من ينبش القبور، وكأني أرى وميضا تحت الرماد. هناك من يجرح السلفيين من جديد ويحاول تفريقهم وإثارة الخلاف فيما بينهم، ويصنف بعضهم، وربما نسب إلى حمل بعض كلامهم ما لم يحتمل، وإما بالبتر أو بتحميل الكلام ما لا يحتمل أو بالدخول في النيات والمقاصد أو بتضخيم ما قد يحصل من خطأ ويصدر من أحد السلفيين فيحمله أو فيحمل على الجميع أو يلزم به جميع السلفيين أو نحو ذلك من الطرق. وهذه الطرق هي التي حذرت منها قبل أكثر من 10 سنوات، وحذر منها مشايخنا الكبار حفظهم الله. أهيب بالإخوة طلاب العلم والدعاة أن يتركوا هذه المسالك، وإن كان لك من نصيحة فأرسلها إلى أخيك مباشرة وانصحه. أما أن تجعل الخطأ الذي قد يحصل من البعض وكأنه منهج للسلفيين وكأنهم تحولوا إلى أحزاب وطوائف، فهذا في الحقيقة هدم ونخر في عظام السلفية. فلنتق الله، ولنتأكد مما نقول، ولنتثبت مما نسمع، ولنحمل كلام إخواننا على أحسن المحامل، ولنسلك في طريق النصح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نسهم في وجود أو في تفاقم الخلاف والهوة بين أصحاب المنهج الواحد. فنحن أصبحنا منا من يصنف إخوانه بأنهم مرجئة، ومنا من يصنفهم بأنهم مميعة، ومنا من يصنفهم بأنهم أحزاب، ومنا ومنا. فلنتق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم صالح السحيمي.